على الجانب الثاني ليفربول لازم يبص في يناير بشكل كبير جدا، لانه بالقائمه دي حتى مع رجوع لويس دياز ومع رجوع دييجو جوتا الموضوع هيبقى صعب جدا. لازم يدور مين نص ملعب متاح دلوقتي ليفربول في الماركت، مين اللاعب اللي في نص الملعب هو محتاج لاعب ثمانية جدا، يمكن اكثر مركز محتاجه. قصه مش قصه نص ملعب قد ايه يا كريم، قد ما هو قصه لعيب نص ملعب رقم 8، لعيب يقدر يربط لك التلت ده والتلت ده. انا بفكر معاك حد متاح دلوقتي هو ما فيش حد متاح، يعني يناير طبعا مش معروف يعني بس يعني لما نيجي نبص ان فان دايك اقوى صفقه يعني اللي نقلت ليفربول نقله تانية في المستوى الاول كان في الشتاء. فممكن انا من وجهه نظري شايف ان لازم يبقى لعيب كمان متمرس في الدوري الانجليزي وبروفن في الدوري الانجليزي، فانا بفكر في يوري تيلمنز. يوري تيلمنز بالنسبه لليستر سيتي لعيب بيقدم كل حاجه، بيسدد من بره، كورته حلوه جدا، هيفيدهم جدا في موضوع الترانزيشنز اللي بيلعب عليها ليفربول. ف من وجهة نظري شايف ان تيلمنز يعني يعتبر احسن اسم موجود، وليستر سيتي لو ضامن وجوده في الدوري هو ممكن يبقى بعيد شويه عن المراكز الاوروبيه، لو جاله عرض مغري فممكن يقدر يبيع يوري تيلمنز في يناير. طيب